تعلن منظمة اليونيسف اليوم عن منحة يابانية لدعم مشروع لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في مدارس المملكة، كما ستمكن المساهمة المقدمة من حكومة اليابان اليونيسف من إطلاق نهج الثلاث نجوم لتحسين معايير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مدارس وزارة التربية. وتعتبر الأردن ثاني أقل دولة لتغطية خدمات الصرف الصحي في المدارس ضمن دول شمال إفريقيا وغرب آسيا. الأدراج والكتب والساحات الواسعة وحتى الألواح ليست وحدها من تساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب، فنظام الصرف الصحي عامل مهم لبيئة صحية وسليمة. وفقاً لتقرير خط الأساس العالمي الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في المدارس لعام 2018، حصل الأردن على ثاني أقل تغطية لخدمات الصرف الصحي الأساسية بتغطية مقدارها 33% فقط، بالإضافة إلى أن 38% من مرافق الصرف الصحي في المدارس تحتاج إلى إصلاح. هذه الحمامات مشبوكة على حفرة امتصاصية، ويعني هذه الحفرة بتفيض، وتكلفتها يعني بالعام الواحد ممكن تكلفنا حوالي 1000 دينار. تشير دراسات صحية وتربوية إلى أن وجود مرافق ودورات مياه نظيفة تساهم في الحد من مشكلة الحشرات وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية. وفيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، فإذا لم يحصل الطلاب على المياه ومرافق الصرف الصحي سيؤدي ذلك إلى عرقلة دراستهم والتأثير مباشرة على تحصيلهم الدراسي. باستمرار بنوجه طالباتنا نحو الاستخدام الآمن، إن كان داخل الغرفة الصفية وداخل الساحة أو خارج المدرسة، نحو استخدام المياه الغسيل الأيدي. فيما تشكل المدارس التي تطبق النظافة الصحية حافزا لتحسين السلوك على صعيد المجتمع المحلي ومطلبا أساسيا للتعليم وحقا من حقوق الطلاب. ومعنا أخصائية المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف هبة أبو رب. هبة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. خلينا نحكي عن هذا المشروع الجديد اللي راح يكون من خلاله في تحسين لمرافق المياه والصرف الصحي بالمدارس، كونه إحنا ثاني أقل بلد بالمنطقة مهتمة بهاي الأمور. تمام، هو مش برنامج جديد، هو برنامج اليونيسف بيشتغل عليه من بداية الأزمة السورية، لأنه اليونيسف ما كانت موجودة بشكل قوي قبل 2013. وبالحقيقة عم نشتغل مع المدارس من بداية 2013. كان الطريقة اللي بنشتغل فيها شوي مختلفة، كنا نركز على صيانة المرافق الصحية وإيصال المياه كإنفراستراكتور بس، كبنية تحتية. مع الوقت لاحظنا انه نشتغل على البنيه التحتيه لحالها مش كافي، وانه لازم نفعل برنامج بيشتغل مع الطلاب نفسهم على انه ليه انا مهم احافظ على المرافق الصحيه، ليه مهم اغسل ايدي، ليه مهم تكون يعني العنايه بهاي المرافق الصحيه من اول اولوياتي كمدرسه وكطالب. طب هلا بالنسبه للاتفاقيه هي رح تتوقع اليوم مع وزير التربية وأيضا الجانب الياباني، هل يعني هل الجهة اليابانية هي الجهة الوحيدة اللي عم تعطينا دعم لهذا الموضوع؟ لا، بالحقيقة في عدة جهات دعم. خلينا نحكي عن دور اليابان بهذا الموضوع، عن اتفاقية اليوم. تمام، اليابان رح أو عطت منحة لليونيسف بقيمة 1,780,000 دولار، مش كلهم للمدارس، 850 ألف منهم فقط للمدارس، وباقي المنحة راح تتوجه للبرنامج الصحي. تمام، هلأ 850 ألف اللي راح يكونوا للمدارس زي ما حضرتك حكيتي، بكم مدرسة راح تبلشوا؟ بداية عم نعمل بايلوتينج، يعني عم بس تجارب، بنجرب هدول الستاندردز اللي طورناهم مع وزارة التربية، فراح نبلش ب 25 مدرسة طبعا بالتعاون المباشر مع وزارة التربية والتعليم. ولكن عندنا خطة لنغطي بشكل أوسع، طبعا الخطة النهائية انه نغطي كل مدارس المملكة. يعني نفسنا نعطيهم تاريخ بس صعب. هلا احنا كم مدرسه عندنا بالمملكه؟ عندنا بالمملكه 3681 مدرسه. 3681، احنا هلا عم نغطي
25 مدرسة. نعم صحيح. عشان نغطي 3000 احنا محتاجين اول اشي مليارات. مزبوط. اليابان ممكن كله. وعم نحكي بس عن مرافق صحية لسه ما دخلنا بغرف صفية ولا بتعتبر بس صحية. المرافق الصحية هي كمان يعني موضوع كتير مهم لانه بيجي من خلاله امراض، بيجي من خلاله مشكلات كتيرة، يعني هو جزء مهم جدا لازم يكون يعني مرتب نوعا ما، في يعني اقل نوع من انواع المواصفات والمقاييس اللي بدي اسالك انه هل هي موجوده بالمدارس الان ولا لا، حسب اكيد انتم رحتوا وشفتوا وطلعتوا على الـ يعني الموجود عندنا بالمدارس. بالحقيقه عملنا تقييم لكل المرافق الصحيه في الاردن بسنه 2015 وتم مشاركه النتائج مع وزاره التربيه والتعليم. نتائج شوي صادمة للأسف، في جزء كتير كبير من مدارسنا مش مؤهل لاستخدام الطلاب، يعني هم عبارة عن مكاره صحية. اللي عم بنحاوله بهذا البرنامج أنه نوصل لمرحلة يصير هدول المرافق الصحية بنفس أهمية الغرف الصفية لأنه بالحقيقة هم هيك. طب يعني ليه عنا إياهم بهذا المستوى المتدني؟ من وين يعني مشكلتنا وين؟ يمكن يعني رأيي الشخصي بس يمكن في جزء له دخل بالثقافة وكيفية التعامل مع هدول المرافق الصحية، كيف احنا النظافة الشخصية، كيف نعامل الببليك فاسيليتيز بشكل عام، المرافق العامة. طيب ولكن البنية التحتية سيئة، لانه انتم يعني كنا عم نحكي احنا تحت الهواء عن تكلفة كل مدرسة تكلفة عالية وقلتي انه رح نبلش يعني من الصفر، فالمدارس اساسا هاي لما انبنت او لما تاسست ليه ما كان في اهتمام بالبنيه التحتيه للمدرسه نفسها؟ بالحقيقه بيكونوا موجودين وفيهم اهتمام، هم يعني يبنوا يعني يتم بنائهم بنفس الطريقه اللي تبنى فيهم الغرف الصفيه، لكن تمام. على الاستعمال وعلى قلة الاهتمام، على يعني احنا ببيوتنا اذا ما بنعمل مينتيننس وما بنعمل صيانه دوريه بصير في ما بيعملوا صيانه دوريه بالمدارس، مش من الاولويات. طبعا بيعتمد على المدرسه، بيعتمد على المدير، بيعتمد على المنطقه اللي المدرسه موجوده فيها. اكثر المناطق المتضرره ما بقدر احدد لك، لانه في مناطق مدارس بعمان سيئه جدا، وفي مدارس قمه يعني الروعه توازي طب خارج عمان يعني بنفس الشيء، بيعتمد أكثر شيء على مدير المدرسة. أنا برأيي إذا مدير المدرسة متحفز وهذا الموضوع مهم بالنسبة له بيكون كل مدرسته بنفس المواصفات. تمام. هلأ 25 مدرسة اللي راح تبلشوا فيها وين راح تكون موجودة؟ اهتمينا أنهم يكونوا بكل المحافظات. يس. حتى من الشمال إلى الجنوب، لأنه بيهمنا لما نشتغل مع مديريات التربية والتعليم يكون كل المديريات تشاركوا بهذا البرنامج، عشان لما بدنا نرفع كفاءات، لما بدنا نجهز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باقي المحافظات وباقي المدارس يكون في يعني مينيمم. تمام. هلا مين اكثر تضرر او مين الاكثر تهالك، مدارس الاناث ولا الذكور؟ الذكور بنسبة شاسعة صراحة للاسف. وال25 مدرسه تقسموا بالنص، هالقد ذكور هالقد اناث، اخذنا بعين الاعتبار اكيد يكون موجود الطرفين، يكون موجود مختلف الفئات العمريه يعني المدارس الاساسيه والثانويه. تمام. طب بدي بس احكي عن، بدنا نحكي عن نهج الثلاث نجوم، ايش بالضبط هذا المشروع؟ تمام. هذا نهج طورته اليونيسف بالتعامل مع جي زد على مستوى العالم، ما كان موجود بالاردن وكان معمول بطريقه بيحقق فيهم اقل المستويات النظافه الصحيه، ولكن بياخذ كونتكست مثل افريقيا مش معمول ليناسب مجتمعاتنا. سو احنا اخذنا هدول النجوم الثلاث وطورناهم بحيث يتناسبوا مع مجتمعنا، مع مدارسنا، مع طلابنا، مع ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتم يعني مصادقة عليه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اللي يعني بالتأكيد كان لهم دور كتير كبير بأنهم يراجعوا ويتأكدوا أنه هذا هو المواصفات اللي بدنا إياهم بالآخر، وتم يعني إصدار هذا الوثائق. تمام. خلينا نحكي عن دور وزارة التربية والتعليم وعن يعني مدى تعاونهم معاكم. هل هم كانوا على دراية كاملة بالمشكلة الفعلية اللي عم بتواجه هذا الجزء من مدارسهم، وكيف عم بتعاطوا مع الموضوع؟ لو ما كنتوا أنتم موجودين بالصورة كيف كانت رح تنحل المشكلة؟ هم على دراية، بس للأسف عندنا دائما قلة التمويل. زي ما قلت احنا برامج الووش اللي هي لها دخل بالمياه والإصحاح البيئي هي برامج مكلفة،
مش بمقدرة وزارة التربية والتعليم إنها تضلها ترفع المعايير، خصوصا أنه مثلا من تجربة شخصية وبالعمل مع اليونيسف عملنا رفع كفاءة ب 400 مدرسة على مدى السنوات السابقة. للأسف كنت أروح أزور مدارس بعد شهر واحد من خروج المقاول، أنه خلاص سلم الأعمال وطلع، المدارس صارت أو المرافق الصحية مدمرة مرة تانية، لأنه عندنا سوء استعمال، لأنه بدنا نشتغل على عقلية الأولاد وطلابنا. طب هل حكيتوا، يعني هل تعاونتوا مع وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع، أنه يتم يعني الحديث مع الطلاب، يعطوهم مش عارفة جلسات توعية عن هذا أكيد الموضوع؟ هو هذا جزء مهم كتير والوزارة مهتمة فيه، وهذا هو الجزء الأساسي من التعاون المعايير وبين منهجية النجوم الثلاثة اللي طورناها معهم. تمام، أتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله منغطي 3861 مدرسة. شكرا، كانت معنا أخصائية المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف هبة أبو روب. شكرا هبة. شكرا لك.